الرحيم. أحبائي ومشاهدينا برنامج حكاية من حكايات مدينة 6 أكتوبر، إحنا النهاردة في الحلقة 9، وأنا برضو أنا أولا أشكركم جدا جدا على رد فعلكم عن الحلقة 8 اللي كانت معانا فيها المهندسة رجاء فؤاد أبي مجيد، المستشار الحالي للسيد وزير الإسكان. الحقيقة أنا لقيت كلام حلو جدا جدا وتعليقات منتهى الجمال وإيجابية بالنسبة لها جدا جدا، لدرجة أن اليوتيوب نزل إعلان واتنين عليها، والله ما بناخد منها حاجة يعني، بالك لما لقى فيها إقبال. النهاردة أنا وهتكون معنا مشان رجاء بعد حلقتين كمان عشان يستكمل معاها المدة. انتوا عارفين ان انا حاليا من باخد الفترة من 81 لحوالي 88، الفترة دي اللي انا دلوقتي حاليا شغال معاها. ويهمني جدا ان يكون معانا النهاردة شخصية بجد، شخصية جميلة وعزيزة على قلبي انا شخصيا وصديق عزيز، واشتغل في جهاز مدينة 6 اكتوبر سنة 87، بس قبلها كان ضابط قد الدنيا ملازم أول احتياطي في القوات المسلحة. لما أنهى شغله وصل مدير مذكرة أنه 87 جه جهاز مدينة 6 أكتوبر وتولى أول ما جه مسؤولية أهم جهاز، أهم شريان موجود في المدينة، وهو شريان المية. ده مسؤولية مش بسيطة جداً، والمية هي حياة كل مواطن وكل إنسان موجود. اشتغل في محطة المية وهو هيكون معنا دلوقتي وهيحكي لنا المشوار بتاعه من 87 حتى أصبح 6 أكتوبر وبقى رئيس جهاز مدينة السادات، ومنها في كذا مكان بسيط، راح أظن القاهرة الجديدة، ثم بعد كده راح الهيئة المجتمعات وتولى نائب رئيس الهيئة المسؤول عن العقارية، وده منصب مش سهل وبسيط. ثم منها راح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات. دلوقتي هنعرف كل التاريخ ده من المهندس الحالي العزيز عليا قوي واللي بتشرف بوجوده معايا، المهندس مجدي فرحات. مش مهندس مجدي، أهلا وسهلا بيك معايا. أهلا بيك في الحكاية الجميلة بتاعتنا. أهلا بيك يا وحيد. أنا اللي بشكرك على المقدمة الجميلة، وأنا سعادتي لا توصف إن أنا أبقى موجود مع حضرتك في الحلقة دي، خاصة إن أنت حضرتك بتحطني جنب عظماء مدينة 6 أكتوبر، الناس اللي تولوا المدينة من بدايتها ومن الجيل الذهبي اللي أنا بعتبر نفسي محظوظ إن أنا تواجدت. أهلا بحضرتك. وسؤالي الأول لحضرتك، مين هو مجدي فرحات اللي ما يعرفوش الناس؟ اديني حياتك، مواليد امتى وخرجت امتى كده، نبذه صغيره عن الاسره. انا مجدي فرحات، مهندس ميكانيكا من مدينه طنطا. اتولدت في مدينه طنطا وعشت في مدينه طنطا، ثم دخلت كليه الهندسه في شبين الكوم جامعه المنوفيه. اتخرجت في مايو 81، خرجت سنة 81، ثم التحقت بالجيش كظابط. جامعة ايه معلش عشان ما اخدش مسجلة؟ جامعة المنوفية. جامعة ايه؟ المنوفية. المنوفية. ايوه. اوكي. ثم تخرجت من الكلية، التحقت بالقوات المسلحة كظابط احتياط لمدة 3 سنوات في سلاح البحرية. خرجت من سلاح البحرية. أيوه. اسكندرية ولا كنت فين؟ اسكندرية، كل خدمتي كانت في راس التين في اسكندرية. طبعا بحكم ان انا مهندس ميكانيكا فكان شغلي كله فيما يخص الأسلحة البحرية في القوات البحرية. خلصت القوات البحرية سنة 84 في شهر 4، التحقت فورا كدفعة رقم 11 في الهيئة العربية للتصنيع. طبعا بياخدوا مجموعة منهم من خريج الضباط الاحتياط
بالذات المتخصصين في بعض المجالات، وانا كان حظي كويس ان انا دخلت في البحريه، فالتحقت بقاعده صواريخ في البحريه في سلاح البحريه، ومنها برضو دخلت الى زي ما قلت لحضرتك الهيئه العربيه للتصنيع، خدمت فيها سنه كامله، ثم توجهت لمصنع صقر لصناعه الصواريخ، قعدت فيه اكتر من 6 شهور، مصنع حلوان لصناعه الطيارات برضو قعدت فتره. بعد كده تركت الهيئه العربيه للتصنيع برغبتي واشتغلت في مجال المقاولات، كنت مهندس معدات في شركه العبد للمقاولات من تاريخ 5/9/86 حتى عام 87 في نهايته، وكان كل شغلي في اسكندريه برضو بحكم تواجدي واقامتي كانت في اسكندريه الفتره اللي قضيتها في القوات المسلحه يعني. خدمت في شركه العبد، بقول لحضرتك كمان تفضل. لا تفضل 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 يا وحيد، كمل 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 يا بيه، تفضل. رحت لقيت شركه العبد. ايوه، خدمت في شركه العبد كمهندس معدات في شركه العبد، وكنا في مطار غرب اسكندريه، يعني كنا في الفتره دي بننشئ مطار غرب اسكندريه في الحاجات العسكريه. لا هو كان يعني مطار جزء منه مدني وجزء عسكري، فاحنا كنا في الجزء بالزبط. المدني، وبعد كده انتقلت من شركة العبد إلى جهاز مارين سيتا كروب، وده يعني كانت نقلة كبيرة في حياتي بحكم أن أنا تاريخ كذلك يا فندم، التاريخ ده كان 15-12-87 ده أنت يعني احتفلت بسنة جديدة في 15-12-2021. أيوة بالظبط كده حضرتك. 15/12/87 كان ليا زميل، وهو كان زميل عندك 28 سنة تقريبا، كان وقتها عندي 28 سنة، وكان ليا زميل عزيز أخ كبير ليا اسمه المهندس محمد طاهر، أكيد حضرتك عارف كويس أكتر مني. طبعا محمد طاهر هيبقى معانا الحلقة الجاية إن شاء الله، من الشخصيات اللي أنا يعني بكن لها كل احترام وتقدير، هو أخ كبير وعزيز ليا عشان من طنطا زيك، من طنطا، وكنا مع بعض في شركة العبد سوا، يعني احنا الاثنين كنا مع بعض في شركة العبد. مهندس محمد طاهر سبقني ودخل على جهاز 6 اكتوبر، وهو الحقيقه افندم بقول لحضرتك هو سبقني وقال لي ما تيجي يا مجدي معانا في جهاز 6 اكتوبر. فطبعا انا كنت في الوقت ده كأي شاب حلم حياته ان هو يبدا حياته ويلاقي شقه ويتجوز، وطبعا هو في الوقت ده قال تعالى وهتاخد شقه وده متاح عندنا في المدن الجديده، وكان فكري عن المدن الجديده الحقيقه غير مكتمل، غير انها حياه في مكان جديد بيتيح فيه شقق للي بيشتغل، وده كان بالنسبه لي زي ما بقول لحضرتك هدف، لان انا كاي شاب عايز ابدا حياتي وعايز اتجوز والاقي شقه، خاصه ان انا سبت مكان اقامتي ومكان اللي اتولدت فيه وتربيت فيه وطلعت عشان اشوف مستقبلي في أي مكان زي أي واحد بيبدأ حاجة. كان حظي كويس إن أنا أول ما جيت 6 أكتوبر دخلت على طول على ما يخص إدارة المية، كان المهندس محمد طاهر في الوقت ده هو مدير إدارة المية، وأنا دخلت كأحد عناصر المية محطات المية، لأن كان مدينة 6 أكتوبر، وسيادتك طبعا عارف التاريخ أحسن مني، كانت مدينة 6 أكتوبر بتعيش على مياه الأبار، وكان محطات المية اللي هي بتجيب ميه النيل. ايوه اللي جايه بالظبط، اللي جايه من النجر الرمايه بالظبط حضرتك، كانت بتعيش مدينه 6 اكتوبر على محطات نادي الرمايه ال 12 بير اللي سيادتك عارفهم، واحيانا كنا بنتغذى من محطه ميه الجيزه، بيدونا جزء من الميه عشان يقدروا يعملوا خلط ما بين ميه الابار والميه الخارجه من محطه مياه الجيزه، وكان كل انتاجيه ميه الابار او محطه الابار بتجيب من 16-18 ألف متر مكعب يوم، ودي كانتش كافية أبدا لمدينة 6 أكتوبر، ولا كانت حتى بالنسبة للقائمين تعتبر حتى البناء طبعا بالضبط، كان كل المية دي بتدخل أغلبها البناء، وكان كل اللي عايشين في 6 أكتوبر كان لازم يبقى جايب معاه مية جراكن، دي كانت الفترة البدائية اللي في الأول خالص، واستمرت لحد ما زي ما بقول لحضرتك مشروعات المية الخاصة بإدخال مية النيل لمدينة 6 أكتوبر إنها تكتمل، وعلى فكرة المشروعات دي
استمرت اكتر من 4 سنين. انا كان حظي الكويس ان انا تواجدت في اخر سنتين 87 و88. اخر سنتين 87 انا حضرت فيها 15 يوم، عام 88 بالكامل، وعام 89 انا كنت مهندس مسؤول عن تركيبات جميع المعدات الكهروميكانيك الخاصة بمحطة المية ورافعها. ودي كانت محطة إنتاج فرنساوي من شركة ديجرامو. وطبعا أنا أول ما دخلت على أفندم تقول لي وحيد دي. رافع اللي في الكيلو العشرين. ده كان رافع الرافع الرافع اللي في الكيلو العشرين بالظبط. انا بقول لك حضرتك الناس ما تعرفش يعني ايه الراف، يعني يا سمعت الراف كذا مره يا ريت تقولها لنا. هو بص حضرتك، هي المايه الاول كانت بتجينا من جزيره الدهب. ريت تشرح لنا يعني ايه الراف. رافع الكيلو 20 هو مكان كان بيوصل، هو ده مسمى، انما ايه هو رافع الكيلو 20؟ كان عباره عن محطه مصغره المية بتجيلها من نادي الرماية. أيوة. تنقل المية دي عبر الخطوط الرئيسية من رافع الكيلو 20 على طريق الواحات إلى محطة تنقية المية اللي بنضخ منها المية للمدينة بالكامل. فهو عشان كده اسمه رافع الكيلو 20. يعني بتعيد دفع المياه بقوة جديدة لغاية ما توصل إلى محطة المية اللي موجودة تحت أسفل متميز، مظبوط، على طريق الواحات. انا عايز اقول لحضرتك مثلا معلومه هتفرق كتير جدا لما ناس كتير يسمعوها، ان فرق المنسوب ما بين النيل وما بين مدينه 6 اكتوبر بيصل الى طبعا بالفاقد في الطريق الى 186 متر. 186 متر، فكنا عشان نوصل ميه اعلى من الهرم بالظبط كده 186 متر، ولذلك كانت الميه بتترفع على مرحلتين عن طريق ترمبات لها مواصفات خاصة بضغوط، طبعا ضغوط بار، يعني طبعا الضغوط دي يعني عبارة عن دفع زي ما حضرتك قلت مشكورا المية من خلال ترمبات دي بتوصل المية للمرحلة اللي احنا عايزين نوصلها. فكان عندنا مأخذ جزيرة الدهب اللي اشتغل في 30/9، محطات المية كلها اشتغلت، وأول إنتاجية مية حلوة من النيل كانت يوم 30/9/89. بعدها بثلاث شهور عينت مدير لمحطات المياه، وده كان بقرار من السيد. لا 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 لا، دي واحدة بس، دي واحدة. احنا نقف هنا. ده مع تاريخ مسجل 30/9/89 من شريان النيل اللي بيمشي في اجسامنا جميعا. ده حد ذاته كان زمان بيحتفلوا بيه ازاي؟ كان بيقدم القربان للنيل. هل انت قدمت في فدينة 6 اكتوبر القربان لاول نقطه ميه دخلت؟ انا عايز اقول لحضرتك يوم اول يوم دخلت فيه الميه لمدينه 6 اكتوبر ده كان يعتبر يوم عيد بشكل لا يمكن تتخيله، لان الناس تخلت عن كل الجراكن اللي كانت عيناها في بيوتها وكانت بتروح تجيبها، واللي كان ليه صاحب سواق من السواقين في المدينة كان يقول له لو سمحت خد الجركن ده معاك املاه من مصر وهتهن معاك، لان احنا قاعدين في حتة تانية بره مصر. فتخيل حضرتك معلش كان تقريبا عدد تعداد ثانية واحدة كان تقريبا تعداد السكان كام اياميها موجودين في 6 اكتوبر؟ بص يا فندم، مدينة 6 اكتوبر سنة 89 او ما قبل 89، خلينا اقول تاريخ وصول المية في 89، كان عندنا كام حي ساكن؟ كان عندنا الحي السادس، كان عندنا الحي السابع مجاورتين، اثنين منه مجاورتين فقط، كان عندنا الحي المتميز كان موجود ولكن طبعا ما لوش الاستشن الخاص بيه، كان عندنا منطقة صناعية واحدة هي المنطقة الصناعية الاولى، وبعض من اجزاء المنطقه الصناعيه الرابعه اللي كان فيها جنرال موتورز وبعض المصانع الاخرى. اجمالي الناس اللي كانت متواجده او اللي كانت عايشه في المدينه لا يتجاوز عددهم 30,000 مواطن. انا اسف بسوق نعم معلش انا اسف لرداءه الانترنت
عشان كده يمكن الصوت مش واضح، لكن الحمد لله. اتفضل كمل يا مجدوي. بقول لحضرتك ما كانش يتعدى 30,000 مواطن في مدينة 6 اكتوبر بالكامل، وده المترددين عليه. يعني انا حاطط في اعتباري العماله اللي كانت بتبقى موجوده كل يوم، سواء في المصانع او العماله اللي كانت بتشتغل في البناء وتشييد المساكن في المدينه. فعايز اقول لحضرتك حاجه تانية، احنا كنا بننتج من مياه البوارزر لحضرتك، احنا كان وصول المياه عندنا ده عيد لا يمكن حد كان يستشعر اللي انا بقوله ده الا اللي عاش في مدينه 6 اكتوبر وعرف قد ايه ان المياه اللي بيتعمل بيها كوبايه الشاي بقت بتنزل من الحنفيه، وده ما كانش اي حد بياخد من الحنفيه مياه يعمل بيها اكل او يشرب شاي او عفوا يستحمى بيها، لانها كانت مياه فيها شيء من الملوحه، اغلبها كانت بتبقى يا اما للري يا اما للبنى يا اما ما شابه ذلك. عايز اقول لحضرتك برضو فيما يخص تشغيل محطات المياه، احنا قعدنا نجرب حوالي من 6 ل 8 اشهر كل خطوط المياه على مراحلها، من اول مخزن جزيره الدهب الى رافع الكيلو 20 الى محطه المياه نفسها. وعايز اقول برضو فيما يخص الاحياء، كنا بنضطر ان احنا نضخ المياه للاحياء ونقلل عدد الطرمبات اللي شغاله، لان طبعا محطه المياه اللي موجوده دي كانت الساعه بتاعتها 86,000 متر مكعب في اليوم، فطبعا كان كبير جدا جدا بالنسبه للاستهلاك، لدرجه ان احنا كنا بنشغل طرمبه واحده فقط للمدينه كلها، حتى الحي المتميز كنا بنشغله طرمبه لمده ساعتين فقط في اليوم، بقيه اليوم ما فيش، لانه ما كانت بتطلع الخزان وتملى وعلى قد استهلاك الناس. ده ما يخص بعد اذن حضرتك تشغيل محطات المياه. عايز اقول من اليوم اللي احنا ربنا اكرمنا ودخلنا فيه المياه كانت نقله كبيره جدا بالنسبه للمدينه على كافه المستويات، سواء في حركه العمران او في حركه المنطقه الصناعيه او في تواجد الناس، لان في ناس كثيره جدا جدا لما عرفوا ان مياه النيل بدات تدخل مدينه 6 اكتوبر في ناس جت. عايز اوصل لحضرتك كمان ان احنا كان مدينه انا عشت فيها حوالي سنتين تقريبا قبل ما توصل مياه النيل. طبعا في واحد انا عايز اتوقف هنا، ان في سؤال خطر على بالي، انت كنت ساكن في طنطا وبتروح وتيجي كل يوم مظبوط؟ انا قعدت 5 سنين اروح واجي كل يوم، 5 سنين من اول طنطا. طبعا انا عرفت وقع ان كنت بتيجي في الصندوق بتاع عربيات النقل، ده مظبوط؟ ده مظبوط، كانت في عربيه. اولا انا كنت بركب قطر الصبحيه من طنطا بيطلع الساعة 6، بوصل محطة رمسيس الساعة 7:30، فكان لازم أكون موجود في الجهاز 8:30، فكانت في عربية من إحدى شركات المقاولات بتتواجد في التوقيت ده وعرفتها طبعا، وكانت بتيجي 6 أكتوبر، فكنت بركب في الصندوق، يعني بركب في الصندوق العربية عشان أوصل الجهاز أخش الجهاز 8:30. وبرضه كان في الوقت ده ذكريات عمرك ما هتنساها، يعني عمري ما هنساها، وأنا سعيد بيها وفخور بيها جدا، لأن أنا بقول لحضرتك الفترة دي كنا بندخل جهاز 6 اكتوبر والجهاز كان ليه مواعيد زمن، يعني حضرتك اكيد طبعا استعرضت مع اساتذتنا سواء العوض بيه او حسن بيه عبد المتعال او حتى اختنا المهندسه رجاء وهي زميله عزيزه وانا بفتخر ان انا زملتها في جهاز 6 اكتوبر ما يزيد عن حوالي 18 سنه ما يزيد عن عايز اقول لحضرتك ان انا كنت اما باجي اول ما بوصل مدينه 6 اكتوبر كنا بنخش اولا ما فيش كان فيصل يا الهرم يا شارع الفيصل يا شارع الهرم ومنه الى طريق الوحيات وننزل على جسد الطول. ده بالنسبه لي كان رحله شاقه جدا 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 جدا. انا كنت بنزل من بيتي بقول لحضرتك 5:30 انت اطلقت عليها ريحه العذاب والحب، العذاب في الانتقال والحب للمدينه والفخر بان احنا قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون احد الاسباب اللي ساهمت في تنمية هذه المدينة وكل واحد في مكانه، وده كان شرف لينا قوي قوي قوي. عايز بس أقول كلمة مهمة قوي والله واسمح لي إن أنت تتسع صدرك فيها. أنا كنت من المحظوظين اللي عشت في وسط جيل في 6 أكتوبر، جيل محترم جاب ناس عظماء تعلمنا منهم كل ما هو مفيد كل ما هو محترم،
امثال حسن بيه عبد المتعال، امثال المهندس العوضي، امثال احمد بيه سمير، شخصيات عملاقه، واحنا كنا بالنسبه لهم حاسين ان دولت بالنسبه لنا قمم بمعنى الكلمه. بس الناس دي كانت بتحب شغلها جدا، كانت بتحترمه جدا، وكانت بتضع ثقتها فينا بشكل غير عادي. عايز اوصل لحضرتك حاجه، يعني انا قلت لحضرتك احنا قعدنا نجرب من 6 ل 8 شهور محطات الميه. كان ساعتها المهندس العوضي مدير عام التشغيل والصيانه. هذا الرجل المحترم كان حريص يعرف كل كبيره وصغيره ايه اللي بيتم، لان كان مقابل لهذا الكلام ان احنا اول ما ندخل الميه هو يعلم تماما مدى احتياج المدينه لميه النيل ومدى القصور في كميات الميه اللي كانت موجوده من الابار، ما كانتش كافيه للتنميه اللي كانت مطلوبه لهذه المدينه. فكان دايما في يعني لازم اديله تقرير يومي ايه اللي تم، جربنا ايه النهارده، ايه اللي نتج من التجربه، يا ترى في خط حصل فيه مشكله، يا ترى في معده من المعدات فيها مشكله، يا ترى انتاجيه الميه كان في اخر حاجه محتاجه اضافه او تعديل. انا عايز اوصل حضرتك ان احنا كان في عندنا خبير فرنساوي تواجد معانا لمده شهرين داخل محطه الميه، منهم اسبوع كامل انا كنت بنام جوه المحطه، كنتش بروح، لان كان لابد ناخد عينات من الميه من كل مكان من الاماكن دي، والخبير يراجعها معانا ويتاكد من مدى جودتها وصحتها قبل ما نطلق الميه في خطوط وشبكات المدينه دي. يا ترى حضرتك تعرف ان الرئيس مبارك كان بيتابع موضوع محطه الميه وباقي المرافق على مدينه 6 اكتوبر تقريبا كل اسبوع، وكان طالب من حسب الله بيت كفراوي تقرير اسبوعي عن دخول هذه الخدمات والمرافق في مدينه 6 اكتوبر؟ انا حسيت ده من يعني انا كنت صغير، يعني ايه صغير؟ انا كنت قد كده بالنسبه للناس دي، ولا يمكن اعرف الكلام ده الا من رؤسائي، فكنت بحس قد ايه رؤسائي يبقى عندهم يعني في حاجه كبيره ضغط عليهم، عاوزين يدوا داتا، يدوا معلومات، يحطوا تقارير ويخلصوا من هذه الملحمه التي غيرت نطاق او غيرت ملامح مدينه 6 اكتوبر بالكامل. وانت حضرتك عشت في المدينه عارف ده كويس، وعارف قد ايه اللي حصل، النقله اللي حصلت بعد ما مدينه 6 اكتوبر دخل فيها ميه النيل. الامر ده كان مختلف تماما يا وحيد بيه، مختلف على كل الاوجه. فكنت بستشعر ده زي ما بقول لحضرتك من خلال الساده رؤسائي على كافه المستويات. عايز اقول لحضرتك معلومه مهمه جدا اذا كنت تحب، ولا في سؤال عايز انا مثلا شرفت ان انا بعد السنتين دولت بقول لحضرتك كان احمد بيه سمير جه مسك رئيس جهاز 6 اكتوبر، وهو من الشخصيات اللي انا ادين لها بكل الفخر والاعتزاز. الراجل ده كان حياته محطات الميه. الراجل ده جابني وكنت انا مهندس صغير ما كنتش كبير يعني، وقال لي انت هتبقى مدير محطات الميه، وطلع لي قرار بقول لحضرتك في 6 يناير سنه 90، 6 يناير سنه 90 بعد تشغيلنا محطات الميه بثلاث اشهر كنت مدير لمحطات الميه بالكامل. كان تحت رئاستي حوالي 130 فرد. ال 130 فرد دول كان منهم العماله اليوميه النهاريه ومنهم العماله اللي تشتغل ورادي على مدار 24 ساعه. الحاجه اللي انا عايز اقولها لك، هذا الرجل اللي كان بيدخل الجهاز الساعه 7:30، الساعه 7:15 بالدقيقه كان يعدي عليا في محطه الميه، يدخل من على الباب، ما يطلعش مكتب ابقى انا مستني، يقعد يطلب كوبايه شاي في 3-4 دقائق، يشرب كده يطمن حطتك تمام، عندك مشكله، في حد من ناسك عنده مشكله. والله يا وحيد بيه هذا الرجل انا بقول لحضرتك كان عنده تقليد يومي، وكان يعدي على كل المحطات، مش محطتي بس كان يختم بالمحطه اللي هي بيطلع منها الميه المرشحه. هذا الامر ما هو الا اهتمام، والراجل ده كان عارف كويس جدا قد ايه ان محطات الميه دي هي الشريان زي ما سيادتك تفضلت وقلت اللي هيغير خريطه. لا يا باشمهندس مجدي، هو مكان الحقيقه وانا شاهد على هذا العصر ما كانش محطات الميه فقط، ده كان بيمر على المدينه حي حي وشارع شارع يوميا صباحا. احمد بيه سمير اتمنى ان يكون معنا قريبا وان شاء الله هو هيستجيب. كان بيلف عارف كل شارع في المدينه وعايز يطمن على السكيدول، على البرنامج اللي بيتنفذ، وعلى المسؤوليات اللي قايلها للناس كلها. فكلامك ده مش غريب عليا انا شخصيا يعني، واحنا
حضرتك وأنا بنديله كل التحية والتقدير من برنامج حكاية من حكايات أكتوبر. النهاردة حكايتنا مع المهندس مجدي فرحات، هنستكمل مع الحديث. اتفضل يا مهندس. ربنا يخلي حضرتك. أنا استمريت في هذا المنصب من 5 يناير زي ما قلت حضرتك سنة 90 إلى أن صدر لي قرار الإشراف على محطة التنقيط المجاري كان في 97، ده كان على أعمال التركيبات. قعدت هناك لمدة شهرين فقط لا غير. زي ما كنت أنا بالنسبة للرؤسائي أنت عاصرت فترة وأنجزت لنا محطات المية وشغلتها، عاوزين كان برضو مشكلة صرف صحي في المدينة، إن كانت مياه الصرف كلها بتطلع إلى برك الأكسدة. يعني إيه برك الأكسدة؟ أماكن كانت بتجمع فيها مياه الصرف الصحي في آخر المدينة. كانوا مكانين، واحد في المنطقة الصناعية وواحد في الشمالية، في الشماليات، مظبوط؟ واحد بالظبط كده، واحد في المنطقة الصناعية السادسة خلف المنطقة الصناعية السادسة، والآخر كان في المنطقة الصناعية الرابعة. وأنا كان أول معرفتي بحضرتك، وأنا لا أنسى هذا اليوم أبدا، ولكن كان عام 2000، وكان في لقاء جماهيري. كان حضرتك أنت بصلة منظمة طبعا مجلس الأمنة وجريدة أخبار أكتوبر، الله ينور حضرتك، حسن عبد العزيز، ومش هننسى حسن بيه عبد العزيز، ونبعت له من هنا كل التحية. يا حسن بيه انت هتكون معنا قريب، احنا المهندس مجدي قربنا من احداث كتيره اهي. اتفضل يا مهندس مجدي. كان فعلا لقاء حضرتك بحسن بيه والاصرار على ان احنا نعمل اجتماع شهري مع سكان المدينه ونسكن مع السكان، كان مع السكان، وكان بيحضر كل المختصين بمشاكل السكان، ميه، صرف، كهرباء، طرق، تنميه، تعليم، وكان كل الكلام ده بيتم مناقشه. طب عشان أدي فكرة للسادة المشاهدين، البرنامج ده ببساطة شديدة جدا كان مثلا بيبقى أنا عارف إن في مشكلة أو بتجيلي طلبات، لو سمحت استضف وكيل وزارة التربية والتعليم، فبنحدد الميعاد، وفي وجود المهندس حسن عبد العزيز من أكفأ رؤساء أجهزة مدينة 6 أكتوبر اللي اشتغلوا معنا فيها الحقيقة. كان الحقيقة كان صدر واسع جدا، وكان بيبقى موجود معنا في هذه الاجتماعات سواء مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الصحة، والحمد لله كانت مناسبة جميلة جدا ان احنا كنا بنحل فعلا مشاكل كتيرة. تفضل يا مجدي بيه، انا اسف للمداخلة دي. تفضل. لا بالعكس، انا مبسوط جدا لان سيادتك بتفتح لي مجالات عديدة، لكن انا في وسط ما انا بحكي تاريخ عملي، لكن في نقط مهمة قوي قوي تخص كل واحد بيهتم بمدينة 6 أكتوبر، وسيادتك حريص على ده من خلال برنامجك المحترم طبعا. يعني أنا قلت لحضرتك أنا تعينت فترة إن أنا أشرف على محطة تنقيق مجاري من المية لتنقيق مجاري، ولكن كنت برضو رئيس لمحطات المية إلى أن صدر لي قرار في شهر 5 سنة 2000 مدير لمحطات مياه الصرف الصحي. وهذا القرار صدر عقب قيامي على مدار شهرين كاملين قمت فيهم بغلق كافة برك الأكسدة اللي في المدينة، وتحويل كافة مياه الصرف الصحي من خلال خطوط الصرف إلى محطة تنقيط المجاري. وهذا الأمر كان بيتابع من السيد الدكتور محمد إبراهيم سلمان وزير الإسكان في ذلك الوقت، ولدرجة إن إحنا اترفع تقرير بأن بالفعل مدينة 6 أكتوبر كل مناطق برك الأكسدة قفلت وتحول المية الى مناطق الى عفوا محطه تنقيط مجاري، لان حتى المناطق اللي كان فيها مياه الصرف بتتجمع، المناطق دي مناطق من المناطق المخططه داخل مدينه 6 اكتوبر، صحيح ما كانش فيها لسه حد تواجد فيها، ولكن كان اكستنشن مطلوب ان احنا نبدا نجففه عشان نبدا نغير التربه بتاعته ونبدا ندخل فيه المرافق الرئيسيه. فكان حظي وشرف ليا ان انا اتواجد في هذه الفتره، وكرمت من السيد وزير الإسكان في هذه الفترة. وانت حضرتك في خلال دي، انت حضرتك يعني انا مش هنسى ابدا وجود حسن بيه عبد العزيز. قلت له الراجل ده انا كنت بعدي عليه واشوفه ايام مكان تكفيف محطات تنقيط المجاري، وعفوا طبعا ده احد احفادي، فانا اسف اذا كان ده موجود. ازيك يا حبيبي؟ ازيك
اتفضل يا فندم. بالعكس انا سعيد جدا ان يكون معاك، هاته جنبك ما فيش مشكله يعني، اتفضل. تعالى يا سيدي، ده شرف لينا يعني. تعالى يا سيدي، ده شرف ليا انا. فانا عايز اقول لحضرتك ان كان في الوقت ده يعني انا سعيد ان انا تواجدت معاك، وحضرتك اشدت بالمجهود اللي قمنا بيه، لان كان هذا الامر بيؤرق السكان في المدينه، تحديدا المنطقه اللي فيها الحي ال 12 والحي العاشر والحي ال 11، لان هم كانوا اقرب هذه المدن الى مدينه الى المنطقه الصناعيه وبرك الاكسل. عشان كده الحدث ده كان نقطه تحول، زي ما قلت بالنسبه للميه الحلوه ودخول ميه النيل كانت نقطه تحول، برضو تكفيف برك الأكسدة وتحويل مياه الصرف الصحي كلها إلى محطة المعالجة، ده كان أمر حقيقة يعتبر برضو أمر نقلة في تاريخ مدينة اسكندرية. التاريخ ده أنا عدت فيه حضرتك أنا كانت في واقعة يهمني جدا من خلال موقعك كمدير محطات المية ثم الصرف الصحي، واقعة حصلت معانا شخصيا يعني وعشرتها، وكانت هبقى احكيها بعد كده في حكايه من الحكايات، كان ليها صدى كبير. انا في 2002 كنت بحج، وكنا اول يوم العيد ورايحين نعمل طواف الافاضه الساعه 7 صباحا، وجالي تليفون من الاخ محمد بن نعيم، وهو من احدى سكان الشباب حي الشباب، وقال لي محمد عبد النعيم. ايوه. وقال لي الحقنا الميه بتاعه المجاري والصرف الصحي مختلطه بميه الشرب وبتنزل من الحنفيات، نعمل ايه؟ ايوه. انت حضرت الواقعه دي مش كده؟ انا حضرت الواقعه دي، كانت في العيد الكبير زي ما سالتك قلت، وكانت لها اسباب. هي طبعا مفيش حاجه اسمها ان الميه بتاعه الصرف دخلت المجاري، ولكن الناس بتاعتهم رايحه احنا في فازع عشان كده. طب فهو على طول يعني تبادر لذهنهم ان في حصل خطر، ولكن هي المشكله ان الفتره بتاعت العيد تحديدا، ودي كانت اصعب ايام، ثلاث خطوط رئيسيه بيغزوا المدينه من محطه الميه او محطه التنقيه بتاعت الميه، يعني الميه المرشحه، الخطوط دي انضربت. فبالتالي على بال لما صلحنا، وكان موضوع اصلاح خطوط الميه وبالذات في العيد وفي اجازه العيد حصل ديلي تايم، او حصل وقت اتاخرنا فيه على بال لما صلحنا خطوط الميه. الميه العكره او الميه اللي جايه من النيل اللي لسه ما ترشحتش فضلت مده في خطوط المياه العكره اللي بتجيب من الروافع الى ان تصل لمحطه الميه. المشكله ان احنا ما لحقناش نغسل الخطوط العكره دي، فاصبح في ريحه او في عطانه في الميه نتيجه انها ركدت لمده، تواجدت وتنت الريحه دي لحد ما وصلت حتى مع الميه المرشحه، وكان طبعا البديل ليها ان احنا نغسل لمده يوم كمان، ولكن كان حرصنا على ان على الاقل الميه توصل للناس، لان احنا في عيد، وحضرتك عارف ان كان العيد الكبير، كان العيد الكبير ده والحاجات دي كلها طبعا. فدي كانت اصعب المواقف اللي حصلت فعلا، زي ما سيادتك قلت كويس حضرتك فكرتني بيها، دي من اصعب الايام اللي مرت علينا، لان احنا قعدنا نغسل خطوط شبكات الميه بالكامل لمده 48 ساعه في كل الاحياء، لحد ما تاكدنا ان ريحه العطانه اللي كانت موجوده راحت بالكامل، وكنا بنحقن طبعا كلور بزياده عشان نبدا نطهر الخطوط الخاصه بالمياه المباشره. احنا تعدينا الوقت المسموح بينا، بس أنا لازم أكمل معاك. كمل، أنا لسه أكمل الفترة اللي أنت كنت فيها مسؤول عن المرافق، وأهم الصعوبات اللي واجهتك إيه؟ هي يعني في عجالة عشان ما أكونش خدت من وقت سيادتك كتير، أنا عايز أقول لحضرتك أنا بعد ما مسكت محطات الصرف الصحي الحقيقة كان سنة 2000 نهاية 2002 مع المهندس ابراهيم عبد الفتاح، كان هو ساعتها رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر، جه بعدها اللواء جلال سيد الاهلي، وتم ترقيتي لمنصب مدير عام التشغيل والصيانه، كنت مسؤول عن الميه والصرف والكهرباء، يعني جمعت المرافق بالكامل. كان عندك كم سنه؟ نعم يا فندم. كان عندك كم سنه ايامي؟ انا احسبها ببساطه شديد،
انت سنة 9 اتفضل. كان عندي 41 سنة بالضبط. 41 سنة. 41 سنة. وبعديها انت مشيت. انا مشيت في 2004. انا مشيت 6 اكتوبر 2004. رحت فين يا باشمهندس؟ انا ترقيت من مدير عام تشغيل وصيانه لرئيس جهاز مدينه السادات، وده كان تحدي كبير قوي بالنسبه لي في حياتي. طيب. نقله ثانيه كانت لها عندي يعني ذكريات اصعب من اللي انا عشته كله، لان تخيل حضرتك واحد من الدار للنار، واحد كان مدير عام في المجال. هات سؤال هنا ويمكن ده يكون السؤال الختامي. عاده اللي بيروح رئيس جهاز بيمر فتره نائب رئيس جهاز. ايوه، لكن ده ما حصلش معاك. انت طلعت من مدير عام الصيانة ورحت مدينة السادات. وتذكر انا طلعت جدا في اقل من 30 ثانية. حاجة طريفة في اقل من 30 ثانية. انا ترشحت انا وزميل ليا في فترة اللي هو جلال سيد الاهل لما كان رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، رشحني نائب رئيس جهاز للمدينة. كنت انا وزميل ليا. ولكن لو مين المهندس محمد نبيه، احنا الاثنين. اوكي طبعا. لا، المهندس محمد نبيه من سوهاج. اوكي اتفضل. فبقول لسيادتك احنا كنا مترشحين احنا الاثنين نواب رؤساء اجهزه للمهندس جلال سيد الاهلي. عرض ورقنا على الساده النواب الوزير، ودعيت ان انا اروح اقابل نائب الوزير، وكان ساعتها هو المهندس حسن خالد. ولا مين؟ ايوه، كان المهندس حسن خالد. فلقيت اللي هو جلال يومها الصبح قال لي يا مجدي خد بعضك، انت حسن بيه عاوز يشوفك. فقلت له في حاجه يا فندم؟ قال لي لا، انا مرشحك يا ابني ان انت تبقى نائب رئيس جهاز. فقلت له طب يا فندم حاضر. رحت لحسن بيه فقال لي اللي هو جلال انت مهندس ميكانيكا؟ قلت له اه. قال لي عندك كم سنه؟ قلت له عندي 43 سنه. قال لي طب اللي هو جلال مرشحك، انت شاطر، اللي هو جلال مرشحك تبقى نائب ليه، بس انا مش هخليك نائب، انا هعينك رئيس جهاز وهوديك جهاز، لو مشيت فيه كويس هتبقى مسارك اللي جاي كويس جدا، ولو ما مشيتش كويس هيتقطع رقبتك. النقطه اللي انا بقولها لحضرتك دي فيها كانت بالنسبه لي على قد ما كان لها فرحه، على قد ما كان انا اترعبت رعب السنين. تخيل حضرتك واحد بيتقال لك يا كذا يا كذا، ودي اللي كانت النقلة الثانية أو الجزء الجديد في حياتي، اللي لو ليا نصيب إن شاء الله أحكي مع حضرتك باستفاضة بإذن الله. حبيبي أنا فاكر كويس جدا، رغم إن قد ساعتها علاقتنا مش عميقة لكن علاقة سطحية، نعرف بعض طبعا، لكن أنا فرحت جدا يوميها اتصلت بيك على التليفون. أنت أول واحد ايوه فاكر الرقعه دي؟ فاكرها جدا. بقول لحضرتك انت اول واحد باركت لي وقلت لي الف مبروك يا باشمهندس، انت راجل كويس. ايوه، دي مسؤوليه كبيره، ودي أيوه. ربنا يقويك عليها، وربنا قواك عليها فعلا. انا سعيد كل السعاده انك تكون معايا في هذه الحلقه، وان شاء الله دي مش الحلقه دي الاخيره ليك، بالنسبه لك لسه في فتره كبيره، وانت لما رجعت 6 اكتوبر رئيس جهاز ليها، ودي خدت وقت كبير، وكانت علاقتنا اياميها في منتهى القوه، واعتقد ان احنا عملنا شغل كويس جدا جدا مع بعض. اذا سنلتقي في حلقه ثانيه وثالثه باذن الله في حكايه من حكايات اكتوبر، وشرف ليا انك تكون معايا النهارده يا باشمهندس ماجد. اهلا وسهلا. انا اللي بشكرك وبعتذر اذا كنت طولت على حضرتك، وبشكرك على التاريخ اللي انت بتعمله، ربنا يبارك لك، لان اللي انت بتعمله ده الحقيقه انا سعيد جدا ان في حد فكر فيه، وانت واضح ان دي كانت امنيتك من زمان، وربنا يوفقك وتكمل مسيره هذا البرنامج لحد ما تكمل تاريخ مجلس التكوين. شوف انت كنت معايا مده طويله، وعارف انه كان امنيتي من 2005، والله بيجيب الخير اللي وقف قدام هذه الامنيه، بس الحمد لله جه الوقت المناسب ان انا نلحق نعملها. أشكرك جدا يا باشمهندس مجدي، وزي ما شفتم أعزائي، ده المهندس مجدي فرحات رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وقبليها كان ماسك المياه ومسؤول عن مياه، وشارك فعلا في تنمية
مدينة 6 أكتوبر، وقال كلمة مهمة جدا أتمنى أن يكون خدت بالكم منها، أن المدينة دي تبنت بالحب. الحب ده فعلا مش بيبني مدينة، ده بيبني مدن، ده بيبني دول، بيبني دولة. أنا حضرت المشاعر دي، أنا حضرت لما كان الطفل الصغير يرمي وردة أو ورقة على الأرض في الحي السادس أو في أي حي من أحياء المدينة، كانت أمه تقول له عيب، دي حاجتنا، الجنينة دي بتاعتنا، دي حضرتها وشفتها بعناية. ما كانش شعور واحد أو اتنين، كانت مشاعرنا كلنا. كنا بتحس إن المدينة دي بتاعتنا، مش بتاعت حد تاني، مش بتاعت الدولة، فبالتالي إحنا أصحاب قرار فيها. هنستكمل مسيرة الحكايات، وهنبدأ في الحكايات السخنة، وهنبدأ بقى في الكلام. أنا إن شاء الله من سنة 88-89 بدأت أظهر في الصورة في مدينة 6 أكتوبر، وأصبحت شاهد عيان عن هذه الفترة القادمة بإذن الله. حبايبي، هنلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة مع المهندس محمد طاهر عشان نستكمل رؤية المرافق كلها في أهم فترة في بناء مدينة 6 أكتوبر، وبعد كده هنخش مع المهندس الرجاء، وبعد كده معانا الشخصية العظيمة اللي أنا بكني لها كل الاحترام والحب، المهندس أحمد سمير عبد الله، أيام شفته في مواقف الرجولة فعلا، ربنا يخليه ويسعده ويديله طول العمر. أشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم.